قصف بالطيران المروحي. الله أكبر. قصف بالطيران المروحي على قرية جليمي بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. من جراء القصف بالطيران المروحي على قرية جليمي بريف حماة الشمالي. منذ الصباح وحتى الآن الطيران لا يغيب عن الأجواء. قصف قرى الريف الشمالي الملح وجليمي والأراضي الزراعية الواقعة بين اللطامي وكفر زيتي، والآن القصف على قرية أجليمي بريف حماة الشمالي 21/9/2013، ولا يزال الدخان يتصاعد وبكثافة. بعد القصف بالطيران المروحي على قرية أجليمي بريف حماة الشمالي. يتصاعد من جراء القصف بالطيران المروحي على قرية جليمي بريف حماة الشمالي 21/9/2013.